كان مقررا تنظيمه في دار الثقافة في ولاية بجاية في منطقة القبائل. اليوم سلال قال إن إلغاء المهرجان الانتخابي تقرر لدواع أمنية. قناة النهار الخاصة الداعمة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلنت أن 5 من العاملين فيها تعرضوا لاعتداء من محتجين ما أدى إلى جرح 4 صحفيين، إصابة أحدهم خطيرة. مدير قناة النهار أنيس رحماني اتهم أنصار المرشح علي بن فليس بالاعتداء على فريق القناة. الحفاظ على الأمن هي الحجة التي قدمها عبد الملك سلال مدير حملة الرئيس الجزائرية المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة لإلغاء تجمع انتخابي كان مقررا صبيحة يوم السبت في بجاية بسبب تجمع مئات الأشخاص أمام دار الثقافة بالمدينة رافعين شعارات ضد ترشح بوتفليقة لولاية الرابعة، مظاهرات سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع قوات الشرطة. رأيت من الضروري باش ما يكونش فيه هذا اللقاء غير حفاظا على الأمن لا أكثر ولا أقل. عبد الملك سلال وعلى الرغم من الرفض الشعبي لحضوره إلى المدينة أكد أن معظم سكان بجاية الذين نزلوا إلى الشارع كانوا في استقباله ومنعتهم أحداث العنف من لقائه. ما حبيتش ندير اللقاء ولكن نشكر قويا سكان ولاية بجاية لأن كانوا حاضرين بقوة اليوم، ولكن يا للأسف كان فيه تطرف. وقال شهود عيان أن المتظاهرين تجمعوا عند الظهر أمام البوابة الرئيسية لدار الثقافة بوسط المدينة في انتظار وصول مدير حملة بوتفليقة لمنعه من الدخول، إلا أن رجال الشرطة منعت المحتجين من الوصول إلى البوابة الرئيسية. اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات دانت هذه الأحداث ودعت إلى التهدئة. فإن اللجنة الوطنية تندد بكل أشكال العنف مهما كانت على أي كان ومن أي جهة صدرت. وأكدت اللجنة الانتخابية أنها ستعقد يوم الأحد اجتماعا لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الأحداث بعد الحصول على كل المعلومات الضرورية.